بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. يسعدني يا عم غادي أن أكون معكم في مادة القانون الجنائي مع التعمق لأستاذ الدكتور أشرف توفيق شمس الدين، المقرر الدراسي الدليل الجنائي الإلكتروني دراسة مقارنة. والنهارده إن شاء الله بإذن الله هنبدأ في مقدمة عامة عن المقرر الدراسي بصفة عامة، يعني مش هنتكلم يعني عن يعني نتكلم بس مقدمة عامة كده عشان نعرف الناس مضمون الكتاب ومفهوم الكتاب وايه اللي الاسئله اللي بتثار والدنيا بتاعتنا ماشيه ازاي. تمام، وزي ما احنا عارفين يعني حابب بس قبل ما ابدا اللقاء النهارده ان انا اعرف الناس بس يعني تعليمات الحضور على برنامج زوم، لان معظم الزملاء والزميلات بيواجهون برضو بعض العقبات برضو في التواصل معانا عن طريق برنامج زوم. زي ما احنا شايفين كده حضراتكم لابد ان احنا يعني نقفل المايك، فعندنا علامه المايك على الشمال سواء بتستخدم التليفون او بتستخدم اللابتوب او الكمبيوتر، في عندنا علامه على شكل مفتاح كده، فلازم نغلق المايك ده قبل ما ندخل. والكاميرا طبعا احنا مش محتاجين اصلا لا كاميرا ولا محتاجين مايك، احنا بنتواصل عن طريق التسجيل الصوتي زي ما احنا عارفين طبعا، واساس التعامل بيننا وبين بعض قايم على الاحترام المتبادل طبعا كزملاء وزميلات. فبنقفل المايك او بنعمل بنضغط على كلمه ميوت اللي هي عليها علامه المايك على اساس برضو بيبقى فيه ترددات في الصوت عشان يبقى الصوت واضح ونفهم بعض. تمام، هي دي الفكره طبعا يعني. واللي عنده اي سؤال في عندنا برضو ممكن يرفع ايده طبعا، ومن حقه طبعا يسال السؤال في اي وقت يعني. تمام، فالاساسيات لازم نعرفها قبل ما نبدا اللقاء بتاعك النهارده. تمام، طبعا هو الموضوع الاساسي عندنا طبعا هو يعني الجريمه الالكترونيه. تمام، والدليل الالكتروني. فيعني قبل ما نتكلم عن الجريمه الالكترونيه بصفه عامه وكيفيه التحصل يعني على الدليل الالكتروني وما دليل الدليل الالكتروني وما هي الدليل الالكتروني، فهنتكلم عن يعني ازاي ان السنوات الاخيره دي كشفت لنا عن تكنولوجيا متطوره طبعا زي ما احنا عارفين، منها الجهاز التليفون المحمول سواء كان سمارت فون زي ما كل واحد معاه سمارت فون، او عندنا الجهاز الكمبيوتر ذات نفسه الحاسب الالي او اللابتوب زي ما احنا شايفين قدامنا كده، سمارت فون او الحاسب الالي او اللابتوب او الكمبيوتر المكتبي او الكمبيوتر العادي اللي هو عندنا اللي هو بيعتبر متقسم عندنا اللي هي الكيسه والشاشه والكيبورد ايا ما كانت النظام اللي احنا بنستخدمه يعني. وبناء عليه طبعا لما العالم كله تطور وظهرت التكنولوجيا الحديثه في الاعلام زي ما احنا عارفين ووسائل الاتصال الحديثه طبعا، طبعا عندنا وسائل الاعلام الالي والانترنت زي ما احنا عارفين كان حجر الزاويه الاساسي في التقنيه الحديثه زي ما احنا عارفين طبعا، اللي كانت الهدف منها كانت خدمه البشريه. ولكن برضو على العكس من كده طبعا يعني كان بعض الانعكاسات السلبيه اللي ادت لاستخدام التقنيه دي بطريقه غير مشروعه طبعا لتحقيق مصالح ومآرب لبعض الاشخاص ذوي النفوس الضعيفه طبعا، واللي احنا بنعتبرهم كمجرمي جرائم الكترونيه. تمام، وبيختلف طبعا المجرم الالكتروني من مجرم عادي لمجرم محترف زي ما احنا عارفين، اللي هو المجرم العادي اللي احنا بنسميه الهاكر، والمجرم المحترف اللي احنا بنسميه الكراكر. تمام، ده المجرم المحترف ده بيبقى يعني عباره عن مهندس متخصص في تكنولوجيا المعلومات وعنده خبره كبيره في كيفيه الحصول على المعلومات سواء من عن طريق الحاسب الالي او من عن طريق التليفون او من عن طريق الشبكه المعلوماتيه. تمام، وطبعا في اصبحت بعد ظهور الثوره المعلوماتيه طبعا كانت قفزه حضاريه كبيره طبعا في حياه الفرد العادي والدول في نفس الوقت. الفرد العادي طبعا على اساس ان هو بيستخدم التليفون المحمول زي ما احنا عارفين سواء كان سمارت فون او تليفون محمول عادي او عن طريق استخدام الانترنت وشبكات المعلومات الدوليه. تمام، وطبعا في عندنا طبعا الدول بتستخدم برضه الشبكات المعلوماتيه عن طريق الحكومات الالكترونيه، واصبحت كل المعلومات متوفره لاي فرد او متوفره لاي دوله. تمام؟ السلام عليكم. وزي ما احنا قلنا طبعا ان استخدام الانظمه المعلوماتيه دي طبعا كانت بتتميز بعنصر السرعه والدقه في جمع المعلومات زي ما احنا قلنا وتخزينها ومعالجتها وبناء عليه نقلها وتبادلها سواء بين الافراد او بين الحكومات. هي بين الدول يعني. تمام، وطبعا زي ما احنا قلنا ان جهاز الكمبيوتر كان بيلعب دور
كبير في حياة الأفراد وحياة الحكومات زي ما احنا قلنا عن طريق الحكومة الإلكترونية، تمام. وكان الكمبيوتر او التليفون المحمول دوت طبعا زي ما احنا عارفين ده كان وسيله ما حدش يقدر يستغنى عنها في حياتنا طبعا، تمام، لان طبعا بيؤدي الى استخدام التقنيه دي طبعا الى ان بعض الافراد زي ما احنا قلنا ان هم بيستغلوها في طرق غير مشروعه طبقا لمصالحهم واهوائهم طبعا، وان اصبح الحاسب الالي دوت بشكل عام او عن طريق شبكات الانترنت على وجه الخصوص ده بيعتبر ادوات او محل لارتكاب الجريمه زي ما احنا قلنا بمفهومها الحديث، تمام. زي ما احنا قلنا طبعا ان التليفون او الهاتف المحمول دوت بيبقى اداه سواء كان التليفون المحمول ده مقفول او بيستخدم في الاتصال زي ما احنا قلنا، وهنشوف ان شاء الله من خلال الشرح في اللقاءات القادمه ان شاء الله طبعا. وقلنا ان طبعا ظهرت ظاهره اجراميه جديده طبعا في العالم الافتراضي اللي هو العالم الايه المعلومات عن طريق الشبكات المعلوماتيه بالجريمه الالكترونيه زي ما احنا قلنا، وقلنا طبعا ده كان اكبر تهديد بعد الاسلحه الكيماويه والنوويه، لانه طبعا ان الجريمه الالكترونيه قلنا انها جريمه مستحدثه، وطبعا اللي ادى الى استحضارها طبعا الممارسه السيئه طبعا للثوره التكنولوجيه المعلوماتيه اللي تختلف طبعا عن الجريمه التقليديه في طبيعتها وفي مضمونها وفي نطاقها ووسائل استخدامها طبعا زي ما احنا قلنا، لان طبعا الجريمه الالكترونيه بتتميز بخصائص تختلف عن الجريمه التقليديه زي ما احنا قلنا. هي جريمه، الجريمه التقليديه ما هي الا جريمه بيقوم بها مجرم معلوماتي او مجرم يعني الى حد ما خطير حسب الدرجه اللي بينتمي اليها المجرم دوت اللي هنتكلم عنه برضه باستفاضه ان شاء الله. وانا طبعا من اهم الخصائص او السمات اللي بتتميز بها الجريمه الالكترونيه طبعا عندنا خمس خصائص مهمه جدا، هي ان الجريمه الالكترونيه ديت هي تكون جريمه عابره للحدود طبعا، بتختلف طبعا وبتنتقل الجريمه من فرد سواء كان مثلا هذا الفرد مقيم في الولايات المتحده الامريكيه وقام باستخدام الشبكه العنكبوتيه للتواصل والتوصل الى التحصل على اموال بطريق غير مشروع طبعا لفرد او ضحيه في دوله اخرى، تمام. وكان عندنا طبعا صعوبات اثبات واكتشاف الجريمه ذات نفسها طبعا زي ما احنا هنتكلم ان شاء الله في لقاءات قادمه عن الصعوبات اللي بتواجه الباحث القانوني او الوكيل النيابه او القاضي في كيفيه اكتشاف الجريمه والوصول الى المجرم المعلوماتي، تمام. وقلنا ان الجريمه دي طبعا جريمه الكترونيه تعتبر من الجرائم الناعمه وهي مغريه للمجرمين طبعا، لانها جريمه سهله، المجرم هو قاعد في البيت يخش عن طريق الكمبيوتر يقدر يتحصل على اموال سواء من بنك او من فرد عادي سواء باستخدام طرق احتياليه بالنصب على الفرد العادي وابتزازه والتحصل على اموال بطرق غير مشروعه او عن طريق مثلا بعض الحكومات او عن طريق بعض الايه او عن طريق الدخول عن طريق البنوك للتوصل الى الاموال والتحصل عليها بطرق غير مشروعه، تمام. وقلنا ان طبعا ان الجريمه الالكترونيه طبعا تجاوزت حدود الدول طبعا على اساس انها جريمه مبتكره ومستحدثه طبعا، وقلنا طبعا ان الجريمه الالكترونيه بتمثل ضرب من ضروب الذكاء الاجرامي طبعا، كاي جريمه بيبقى لها طبعا اركان ركن مادي وركن معنوي ولها مظاهر اجراميه بتنم عنها عن مجرم اجرامي، ده هنتكلم عنه من خلال برضه شرحنا في المحاضرات القادمه ان شاء الله باذن الله. وطبعا احنا قلنا طبعا ان الجريمه الالكترونيه طبعا بيصعب ان احنا نحطها من ضمن القوانين الجنائيه التقليديه طبعا، لانها بتتميز بالحداثه طبعا زي ما احنا قلنا ان ده نوع مستجد من الجرائم وهي الجرائم الاجراميه طبعا، وبتتميز بسرعه تطورها، جريمه متطوره، جريمه سريعه، ولابد للمشرع ان هو يتطور ويضع تعديلات تشريعيه من اجل الوصول الى مكافحه تلك الجرائم الالكترونيه. يعني ما عشان ما تصنش برضه على جريمه واحده ويتعدى ذلك طبعا الى عده جرائم زي ما هنشوف ان شاء الله باذن الله، وده طبعا اللي بيؤدي الى ان معظم الدول والتشريعات تقوم بتطوير البنيه التشريعيه بتاعتها عشان تساعد التطور للمجرم المعلومات، لان طبعا طبيعي ان المجرم المعلومات بيطور الاليات بتاعته واستخدامه للبرامج وبناء عليه عشان يطور الشخص القائم بمكافحه الجرائم سواء كان مامور من مامور الضبط القضائي او عن طريق النيابات العامه او عن طريق القضاء الجنائي طبعا بما يقدم اليه من دلائل الكترونيه عن الجرائم اللي هي الجرائم الالكترونيه.
وهنتكلم طبعا على اساس ان احنا النهارده هنتكلم عن كيفيه بقى التحصل على المعلومات، او بنسميه اللي هو الكيان المادي. زي ما احنا شايفين في الشريحه دي كده قدامنا، ان انا بتحصل على المعلومات دي عن طريق سواء كان معدات او اجهزه للحاسب الالي. عندنا الحاسب الالي زي كل واحد عنده كمبيوتر او حاسب الي في البيت او لابتوب، بيتكون زي ما احنا قلنا من كيسه وكيبورد وشاشه ومعالج اللي هو البروسيسور دوت. وقلنا ان عباره عن بنسميه الهاردوير. الهاردوير دوت هو مكونات الكمبيوتر او الحاسب العادي يعني، تمام. فزي ما احنا شايفين كده على اساس ان المكونات دي نقدر نستخدمها في الحاسب الالي بتاعنا، وبنكون معلومات، بننشئ بقى بيانات، والبيانات دي بتتحول لمعلومات، ويمكن ان انا احول ان المعلومات دي بحولها عن طريق نسخها او طباعتها، سواء كانت مثلا يعني معلومات صوتيه او معلومات يعني متخذه مثلا عن طريق كاميرات الفيديو او الكاميرات المستخدمه في اللابتوب او التليفون المحمول العادي او التليفون اللي هو السمارت فون. يمكن ان انا احول البيانات دي الى معلومات واستخدمها سواء بطبعها على ورق او استخدمها على الداتا شو لعرضها مثلا قدام المحكمه الجنائيه المختصه، علشان اشوف بقى سواء كانت بقى الصعوبات اللي واجهت الشخص في التحصل على المعلومات دي، او ان انا اضحط الدليل او اثبت براءه متهم مثلا ما كانش موجود على مسرح الاحداث في الجريمه المتهم فيها، او اثبت وجود المتهم على مسرح الجريمه بالفعل، تمام. وبناء عليه طبعا زي ما احنا قلنا ان انا بقدر اتحصل على البيانات او المعلومات دي عن طريق المعالجه الالكترونيه للبيانات نفسها، عن طريق البروسيسور. البروسيسور ده موجود داخل الجهاز الكمبيوتر بتاع حضرتك، اللي هو بنشئ عليه المعلومات او البيانات اللي عندي. وبناء عليه طبعا في عندنا حاجه اسمها سوفت وير، اللي انا بستخدمه علشان احول المعلومات اللي عندي دي الى البيانات، احولها الى معلومات، تمام. وطبعا زي ما احنا قلنا في عندنا في الاساس اللي هو الهاردوير، اللي هي المكونات بتاعه الجهاز نفسه، اللي هو جهاز الكمبيوتر بتاع حضرتك، الكمبيوتر العادي او الكمبيوتر المكتبي اللي هو اللابتوب، او مكونات التليفون المحمول او التليفون العادي. طبعا الشخص اللي بيستخدم التليفون او الكمبيوتر العادي اللي هو الحاسب العادي او اللابتوب بتاعه بنسميه اللي هو البيبل وير، اللي هو الشخص او المستخدم للجهاز التليفون المحمول او الحاسب الالي او السمارت فون العادي بتاعنا، تمام. وبناء عليه طبعا ان انا عندنا زي ما احنا قلنا في المثلث المعالجه الالكترونيه طبعا للبيانات دي، طبعا عشان اتحصل على المعلومات قلنا ان المعالجه الالكترونيه دي هي عباره عن معالجه مش يدويه زي ما احنا قلنا، لكن بنستخدم فيها برضو يعني بعض الاجهزه او بعض البرامج عشان اعالج البيانات دي، عشان اقدر اتحصل على المعلومات تبقى واضحه، اقدر انا انسخها على ورق او ان انا اقدر يعني اظهرها على داتا شو قدام المحكمه او القاضي الجنائي زي ما احنا قلنا قبل كده، تمام. وبناء عليه طبعا بيبقى في عندنا المعلومات دي بتستخدم عن طريق الشرائح الالكترونيه، والشرائح الالكترونيه ديت هي بتبقى المتحكم في عمليات المعالجه ذات نفسها عن طريق البروسيسور زي ما احنا قلنا. والعمليه دي بنسميها عمليه المعالجه للبيانات عشان اتحصل للمعلومات، تمام. وبناء عليه طبعا زي ما احنا قلنا كده وشفنا ان في الاساس عندنا بيبقى عندنا البيانات دي زي ما احنا قلنا قد يتبادر لذهن الانسان العادي، يعني ان البيانات دي عباره عن زي ما احنا قلنا عباره عن الارقام او الحروف او الاكواد او الشفرات او الرموز او الاشارات او الصور، ممكن تبقى صوره او اصوات طبعا، وما في حكمها طبعا من فيديوهات وصوتيات عن طريق التسجيل الصوتي، عن طريق الموبايل العادي او عن طريق الكاميرا بتاعه الموبايل، بتتحصل على البيانات دي. وبنجمع البيانات دي وبنعمل لها معالجه الكترونيه عن طريق البروسيسور بتاع حضرتك اللي موجود في الجهاز الحاسب الالي بتاعك او اللابتوب، او عن طريق برضه البروسيسور اللي موجود في التليفون المحمول العادي سواء كان تليفون عادي او سمارت فون، تمام. وزي ما احنا قلنا طبعا ان البيانات دي ممكن تكون عباره عن اصوات زي صوت الانسان زي ما احنا قلنا، بتسجل محادثه تليفونيه او محادثه بين اثنين موجودين في مكان خاص مثلا او في مكان عام مثلا،
تمام، او ممكن تستخدم بعض البرامج او الاجهزه مثلا في قياس ضغط الدم او ضغط او البيانات الخاصه بقوه الرياح او كثافه الضباب او اي بيانات، او حتى الضحك ذات نفسه او الكذب. احنا في عندنا برامج لقياس الكذب زي ما احنا عرفنا وشفنا ان في برامج لقياس الكذب او اعتراف الشخص بمعلومات كان يعني حجبها عن المحقق او عن القضاء، تمام. وبناء عليه طبعا زي ما احنا قلنا كده بيبقى عندنا قدامنا الحاسب الالي اللي هو الكمبيوتر العادي، سواء كان الكمبيوتر العادي دوت هو كمبيوتر عادي زي ما احنا قلنا اللي هو عباره عن الكيسه والكيبورد والشاشه والمعالج والبروسيسور هو البروسيسور وعمليه المعالجه ذات نفسها. وبناء عليه بنحول البيانات اللي احنا جمعناها او انشاناها عن طريق مثلا برامج ال HTML او اي برامج زي ما احنا قلنا في الاساس اللي بتبقى عباره عن ارقام واكواد وحروف وشفرات ورموز واشارات وصور واصوات. بنجمع احنا بقى كل البيانات دي وبنحولها الى عباره عن المعلومات اللي بتخرج لنا تبقى ظاهره او مرئيه للشخص العادي سواء كان محامي. طبعا زي ما احنا معظم الزملاء والزميلات بيشتغلوا في المحاماه، وبعض الزملاء بيشتغلوا في النيابات العامه، والبعض الاخر بيشتغل في القضاء او كان مامور ضبط قضاء. وبناء عليه بيتحصل عندنا يتم تحويل البيانات دي اللي احنا خدناها عن طريق الارقام والاكواد والحروف والشفرات والرموز والاشارات والصور والاصوات الى معلومات يمكن رؤيتها ويسهل رؤيتها. ودي طبعا بتبقى عمليه سهله للمحامي او لوكيل النيابه او القاضي الجنائي ان هو يبحث ويرى المعلومات اللي تم التحصل عليها عن طريق المعالجه الالكترونيه او البروسيسور او عمليه المعالجه نفسها البروسيسنج يعني. تمام. وبناء عليه يبقى احنا كده تعاملنا مع البيانات وقلنا الفرق بين البيانات والمعلومات. قلنا ان البيانات هي عباره عن حقائق اللي هي بتكون الماده الخام زي ما احنا عارفين، زي ما احنا قلنا عباره عن ارقام واكواد وشفرات وحروف ورموز واشارات وصور واصوات. وقلنا ممكن تبقى مثلا عباره عن زي النتيجه اللي احنا حصلنا عليها مثلا بما موجود فيها اسم الطالب او مثلا درجه اعمال السنه بتاعته او درجه الاختبار النهائي زي ما احنا شفنا، بيبقى مثلا عباره عن برنامج الاكسل. تمام. هي دي البيانات. وبناء عليه بيتم تحويل الحقائق دي اللي هي الماده الخام الى المعلومات. وقلنا ان المعلومات دي هي اللي بتنتج عن معالجه البيانات دي، سواء كانت البيانات دي اكواد او ارقام او شفرات او حروف او رموز او اشارات او صور او اصوات زي ما احنا قلنا، زي الاشارات بتاعه بعض البرامج بتاعه الرادار اللي بتستخدم في القوات المسلحه والجيش، زي الزملاء اللي موجودين في القوات المسلحه بيستخدموا جهاز الرادار فبيظهر عندنا بعض الاشارات ويتم تجميع الاشارات دي والتحصل على المعلومات. وهنشوف برضه قضايا مشابهه في اداره البيانات والمعلومات عن طريق الرادار. تمام. وبكده يبقى احنا النهارده اتكلمنا عن ازاي ان انا بحصل على البيانات وان انا اقدر اعالج البيانات دي عشان احصل المعلومات اللي هي في الشكل النهائي اللي هي كانت في البدايه ماده خام عباره عن اشارات او ارقام او اكواد او حروف او رموز او صور او اصوات ايا كانت الاصوات. وبناء عليه بتظهر المعلومات دي عن طريق الداتا شو، اقدر اعرضها قدام المحكمه الجنائيه قدام القاضي الجنائي او قدام وكيل النيابه، واقدر اثبت او انفي وجود المتهم او عدم وجوده على مسرح احداث الجريمه. تمام. وبكده يبقى احنا تكلمنا عن الخطوات الاساسيه في كيفيه معالجه البيانات، وهنلخص ان البيانات دي عباره عن ان الحاسب الالي بيقوم باستقبال البيانات دي زي ما احنا قلنا، وكان المراد ان الهدف عندنا من استخدام البيانات دي اللي هي عباره عن الاكواد والارقام والشفرات والحروف والرموز والاشارات والصور والاصوات ان انا بتم معالجتها عن طريق البروسيسور اللي هو بيتم عن طريق العمليه نفسها بتسميها بروسيسنج يعني، وبيتم تنقيح بقى وتصحيح الاخطاء اللي موجوده في البيانات اللي عندنا اللي هي الماده الخام اللي انا بستخدمها عشان احصل على المعلومات. تمام. وبناء عليه طبعا بيتم العمليه دي طبعا بيسموها عمليه ادخال عن طريق البروسيسور اللي هي عمليه المعالجه ذات نفسها،
وبيتم بعد كده تخزين تلك البيانات، وبعد كده بيتم إخراج البيانات زي ما احنا شايفين على الشكل، لإما تصويرها على ورق مطبوع أو بخزنها مثلا على اسطوانة سي دي، أو بعرضها مثلا على الداتا شو بتاعة المحكمة علشان أثبت وجود أو عدم وجود شخص معين على مسرح الجريمة. تمام؟ ومعظم القضايا اللي يعني متداولة حاليا في القانون المصري زي ما احنا عارفين طبعا، اللي هي الجريمة المختصة بكيفية فك شفرات القنوات الفضائية، تمام، على سبيل المثال، وبيعها كروت شحن للأفراد العاديين، ودي من أشهر الجرائم الإلكترونية اللي موجودة في الوضع الحالي في القانون المصري. تمام، وده كان مثال بسيط كده يوضح لنا ايه هي إيه الجريمة الإلكترونية، وإن شاء الله اللقاء القادم بإذن الله هنتكلم عن ماهية ايه الجريمة الإلكترونية وكيفية التحصل على المعلومات والبيانات الإلكترونية. وكده احنا خلصنا المقدمة العامة النهاردة، ونشوفكم على خير اللقاء القادم إن شاء الله بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.